ما أن يقبلوا عيد الأضحى المبارك حتى تبدأ العوائل السماوية بالتوافد والتقاطر نحو مدن الألعاب والمتنزهات في المحافظة للتعبير عن فرحة العيد ورسم الفرحة على وجوه الأطفال. نهني الشعب العراقي بالعيد هذا السعيد، انتصارات الحشد الشعبي، مبروك للحشد الشعبي، مبروك على الأمة الإسلامية جميعا بهذا العيد وهذا النصر المبارك. فهذا العيد المبارك وهذا بزود أبطالنا الحشد الشعبي والقوات الأمنية اللي خلت الوضع مستقر، والشباب والأطفال واليتامى تفرح بهذا اليوم العيد. العوائل السماوية قدمت أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين القضاء على زمر داعش الإرهابية وأن يعم الأمن والأمان ربوع العراق الحبيب. شعبنا العراقي ولا حشدنا حشد الشعبي قوات الأمنية، والله إن شاء الله يوفقهم وإن شاء الله النصر إن شاء الله يعم على الكل، والله الحمد لله على سلامتهم، إن شاء الله كل الناس يعم عليها الحج وإحنا من عرضهم. بالبداية أحب أهني قناتكم قناة الرشيد على هذا الإنجاز اللي السباقة بالحدث، وأحب أهدي هذا العيد لقناتكم وللشعب العراقي الكريم ومراجعنا العظام وإلى جيشنا العراقي والحشد الشعبي المقدس على هالانتصارات الحلوة الرائعة، وإن شاء الله الله يخلصنا من دنس داعش الإرهابي. من جانبهم المسؤولون في مدينة ألعاب السماوة أكدوا استعداد المدينة لاستقبال العوائل السماوية بعد أن تم إضافة بعض الألعاب وبأسعار مناسبة. رغم الوضع الاقتصادي واللي يمر به البلد والجو الحار وغيره، لكن شهدنا بهذا العيد إقبال من أهالي السماوة مفرح بالنسبة لنا وبالنسبة لمدينة ألعاب السماوة. بالنسبة هذا العيد والعيد اللي قبل عيد الفطر المبارك، استحدثنا ثلاث أماكن بالمدينة جديدة، منها مكان ألعاب المناطيد والترمبولين والألعاب الطابات للأعمار ما بين السنتين إلى 11 سنوات. تعد مدينة ألعاب السماوة من أفضل مدن الألعاب في المحافظة، والتي تضم مختلف الألعاب ومن المناشئ العالمية. فرحة الأعياد والمناسبات لا تتم إلا من خلال زيارة هكذا أماكن ترفيهية تعد متعة للأطفال والعوائل على حد سواء. لقناة الرشيد الفضائية واثق الواثق، المثنى.